أهلا بكم في نشرة الأخبار الرئيسية من قناة بلقيس، نبدأها بالعناوين. تقدم متسارع للمقاومة في تعز، والجيش يسيطر على المطار القديم وعدد من المواقع. استشهاد 3 مدنيين بقصف الميليشيا أحياء تعز، وموجة نزوح في مناطق المواجهات. قتلى وجرحى من الميليشيا في مواجهات مع المقاومة في البيضاء. السلام عليكم. قالت مصادر في المقاومة بتعز إنها سيطرت على جامعة تعز ونادي الصقر الرياضي غربي المدينة. أشارت المصادر نفسها إلى أن المقاومة أحرزت انتصارات كبيرة، إذ سيطرت على معسكر اللواء 35 مدرع في المطار القديم وحي بيرباشا بالكامل، وإدارة الشرطة التي كان الحوثيون يحتلونها، وعدد من المباني. وقالت المصادر إن أفراد المقاومة والجيش الوطني فرضوا حزاما أمنيا على منطقة بيرباشا بتعز بعد تحريرها، ونشروا نقاطا أمنية فيها. ولتفاصيل أكثر سينضم إلينا من الجبهة الغربية مراسلنا حمزة أمين. حمزة، ما الجديد في الجبهة الغربية؟ نعم شادي، في الجبهة الغربية آخر التطورات الآن، المقاومة الشعبية تسيطر على حدائق الصالح. نعم. ويتقدمون باتجاه السجن المركزي غرب المدينة. أيضا في الجبهة الغربية اشتباكات بين أفراد المقاومة الشعبية والميليشيات الحوثية الصالح في منطقة شرعب. هذا منطقة شرعب هو قريب من منطقة 60 غرب المدينة. نعم. أيضا في هذا اليوم يعني للتو عدنا لمعسكر اللواء 35 والتي احتمت المقاومة الشعبية ورجال الجيش الوطني السيطرة عليه بالكامل، وأفراد المقاومة الشعبية الآن يقومون بتمشيط المناطق المجاورة للواء. وأيضا في هذا اليوم وقبل الدخول إلى معسكر اللواء تم تطهير مباني جامعة تعز بالكامل، وأيضا الدخول إلى نادي الصقر وفرض السيطرة الكاملة ونصف النقاط الأمنية بمنطقة بيرباشا. نعم حمزة، تراجع الميليشيا اليوم إلى أي في أي الأماكن حاليا تتواجد الميليشيا بعد تراجعها؟ حاليا الميليشيات الانقلابية هي تنسحب، أو نستطيع نقول هي تفر فرار لا يعلم المواطنون أو لا تعلم المقاومة. نعم. كيف تم هذا الفرار، وكيف تم هذا السقوط المفاجئ والانتصارات العظيمة التي تحققها المقاومة؟ جثث الحوثيين تمتلئ في تلك المناطق بالعشرات، ايضا هنالك اسرى من الحوثيين بايدي المقاومه، وعلى الطرف الاخر ايضا هناك شهداء من ابناء المقاومه الشعبيه ورجال الجيش الوطني. نعم حمزة، ابقى معنا ريثما نعود لك مجددا. وفي السياق، أعلنت قوات الجيش الوطني استكمال السيطرة على منطقة الأقروض في مديرية المصراخ بتعز. وقالت قيادة اللواء 35 مدرع إن الأقروض منطقة محررة بالكامل بعد السيطرة على منطقة المطالي وجبل ورقة، أهم معاقل الميليشيا. وقال مراسل قناة بلقيس إن القوات سيطرت على عدد من الأسلحة الرشاشة ودمرت 4 دوريات للميليشيا كانت في طريقها للفرار باتجاه مديرية دمنة خدير. وسينضم إلينا الآن القيادي في المقاومة في المصراخ يحيى إسماعيل. مساء الخير سيد يحيى. أو عفوا، سينضم إلينا منصور الحساني. مساء الخير سيد منصور. سيد منصور، ماذا سيمثله هذا الانتصار الذي حققته المقاومة اليوم في المعارك القادمة في مدينة تعز؟ الكريم، اليوم الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه احرزوا انتصارا كبيرا في كل الاتجاهات والجبهات
حيث نحصل اليوم من استكمال السيطرة على نحو المرحلة الأولى وصولا إلى درباشة وإلى الصقل وإلى الجامعة وإلى حدائق الصالح باتجاه سليم المركزي وصولا ثانيا على اللواء 35 نعم مجمع مطار الخليل ويطاردون الميليشيات الآن في اتجاه منطقة شرعب واتجاه الشمالي السكين والمعارك المستدامة والجيش الوطني المقاومة الشعبية يضمنون الأسلحة والمعدات التي تركوها الميليشيات خلفهم نعم يقضوا هاربين من ضربات المقاومة الشعبية والجيش الوطني والأمور اليوم نصر عظيم في تفعل ويعني خوفت بوعدها للشعب والناس وللأطفال والنساء والمحاصرين من 9 أشهر في الكريم. نعم سيادة العقيد، هل هناك أي تعزيزات للمقاومة والجيش الوطني في الجبهة الغربية للحفاظ عن هذا الانتصار الذي تم اليوم؟ طبعا لابد من ترتيبها ولابد من يعني استعداد احتمال لأسوأ الاحتمالات، والجيش الوطني والمقاومة الشعبية جاهزين في كل النواحي. نعم وهم مرتبين أمورهم، والجيش اليوم يعني يستقبل يعني وفود ومجاميع مسلحه من المقاومه الشعبيه والجيش الوطني بشكل كبير، ومعنا كلمات مرتفعه والمسؤولين عن خرج الاسلحه يقاتلون ويشتركون في هذا الانجاز التاريخي العظيم وهو تحرير تعز من غلف الميليشيات، والمقاتلين يعني بلا حساب والامكانيات توافت من كل مكان والناس مستعدين ولهذه التحرير ما تبقى من مدينه تعز. نعم سياده العميد، الاماكن التي تم تحريرها اليوم هل يجري او تجري عمليات لتامينها كي لا تعود الميليشيا مره اخرى ومن ثم السيطره عليها؟ طبعا طبعا اكيد، يعني الامور تسير في اتجاه يعني امور مرتبه وجاهزه، وما تحررنا تعز والمنطقة الغربية والمواقع المهمة إلا ونحن جاهزين لحمايتها والدفاع عنها والحفاظ على هذه الاتصالات ودحر ما تبقى من الميليشيات، ونحن نعتقد أنهم قد انتهوا وقد يعني هم في حالة هزيمة يعني نفسية ومتسكتين وقد انسحبوا وولوا هذه كل مكان، ويعني عادة يحاولون العودة أو السيطرة على مرور الإطار. سيادة العميد، هل هناك إجراءات عسكرية لالتحام جبهتي الضباب مع الجبهة الغربية اليوم؟ الأمور جارية في الكريم الآن، المحور الغربي لشجاعها الضباب الآن يتقدم ويتحرك بخطى ثابتة واثقة ويتقدم في اتجاه خط الالتحام بالجبهة الغربية في مدينة تعز، والآن في اتصال قبل قليل مع القيادات هناك الان جاهزين ومرتبين وضع القوه ووضع الامكانيات، الان في تحرك، الان تحرك طويل والاقتحام بعد حوالي ساعه ساعتين يتم الاقتحام وفتح الخط بشكل كامل وتامين المنطقه بشكل كامل. نعم سيادة العميد، بما يخص السيطرة على معسكر اللواء 35، ما حجم الآليات العسكرية والتي تم يعني السيطرة عليها في أثناء تحرير المعسكر؟ اللواء 35 هو لواء مدرع ولواء يعني يمتلك امكانيات ثقيله هائله، الا انه قد كان يعني ذهب يعني مخازنه وجمله اسلحته وتبقى يعني نوعا ما المعدات يعني قليله، ولكن الموقع العام الاستراتيجي الذي يؤمن المنطقه الغربيه من السعيد هو الاهم، يعني موقع اللواء موقع يعني اختير بعنايه عسكريه وسقوطه والاستيلاء عليه وتطويره من قبل المقاومه نعم. الشعبيه هو مقصد كبير للمقاومه الشعبيه الجيش الوطني. نعم سياده العميد، هل هناك اجراءات عسكريه ايضا في بقيه الجبهات لاستكمال عمليه التحرير للمدينه بشكل كامل؟ المعارك يعني مستمره وفي كل الجبهات وكل نهار يرتب اموره من اجل تحقيق الاحداث التي رسمت له ضمن الخطه، وتحرك الجبهات يعني من الساعة الأولى من تحرك الجبهة الغربية تتحرك يعني في الاتجاهات الثانوية للإشغال، ولكن الآن إن شاء الله سيتم يعني كل جبهة تتحرك لتحقيق الأحداث التي رسمت لها ضمن الخطة، وبإذن الله وبعون الله سيتم تحرير تعز في يعني أيام، وإن شاء الله سنتم تحرير تعز بإذن الله.
نعم، إذا العقيد منصور الحساني الناطق باسم المجلس الأعلى للمقاومة بتعز، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك. هذا وتواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة تقدمها في عدد من المناطق وسط سقوط عشرات القتلى والجرحى من الميليشيا خلال المعارك. وقالت مصادر في المقاومة إنها مستمرة بالتقدم باتجاه شارع الخمسين والستين وعدد من المواقع في الضباب. جرعة جديدة ضختها المقاومة والجيش الوطني لإنعاش مدينة تعز، جاءت الأخبار مطمئنة وتزف ما يشبه البشرى السارة. سيل من المواقع حصدتها المقاومة والجيش موقعاً بعد آخر، فمن التلال التي كانت تسيطر عليها الميليشيا المطلة على المدينة ومعبر الدحي إلى نادي الصقر وبئر باشا والجامعة حتى المطار القديم ومقر اللواء 35 الذي بات في قبضة المقاومة. أرهقت تعز الميليشيا في سجل لا بأس به من الانتصارات، كما حدث في منطقة الأقروض التي تخلصت هي الأخرى من الميليشيا وأعلنها الجيش اليوم منطقة محررة بالكامل. 11 شهراً سقط من حياة أبناء هذه المدينة التي ظلت وحيدة تقاتل عن وطن جريح، ومع ذلك تحرز تقدماً واضحاً. وما يعقد الأمر على هذه المحافظة أنها تريد أن تعجب الجميع، والجميع يظل يتفرج لها بمنظار من بعيد وبحسرة بما فيهم الشرعية. ومع ذلك كله أيضاً تعز تسير نحو النصر، ولا شيء يحجب الرؤية فيها. في لحظة تشق أصوات الرصاص طريقها فتسمع في الأرجاء المقاومة عازمة على تخليص المدينة من الميليشيا نهائياً. تخوض المقاومة معركة شرسة وبالغة التعقيد مع جماعة نشرت القناصة في محيط المساكن واتخذت من المباني والمساكن دروعاً بشرية وتحصينات. في الأساس نشرت الرعب في أنحاء المدينة، وهو ما ضعف من صعوبة حياة المواطنين من المدنيين وعرضهم في هذه المناطق للاضطهاد والقتل والتشريد والنزوح. كل هذا دفع بالمقاومة إلى أن تحمل على عاتقها فكرة النصر، ويتقدم أفرادها الصفوف شهداء وجرحى على درب التحرير. فخاضت معاركها على مختلف الجبهات وفي مختلف الظروف من الصيف الساخن إلى الشتاء، وما تزال تسطر معركتها تحت المطر. لكأن السماء تدخلت في هذه اللحظة من الزمن حتى بات الانتصار على حافة المدينة يجري تسطيره، والمستحيل بات ممكناً وفي متناول المقاومة. لا دلالة أن تأتي هذه الانتصارات في لحظة يتحدث الجميع عن مفاوضات وحلول سياسية قريبة، سوى دلالات الانتصار وتخليص محافظة أخرى من الميليشيا. لكن تبدو تعز غير آبهة لكل ما يدور في الأروقة السياسية، فكما استمرت في حصارها جريحة ووحيدة تعتصرها آلة الحرب، تشعر اليوم بما هو أكبر من الحزن العابر إلى ما بعد الغضب المحتمل. لتصير الحقيقة الوحيدة الآن أن تعز عصية، فالكلمة الأعلى فيها للجيش الوطني والمقاومة الخالصة. نعود مجددا إلى مراسلنا في الجبهة الغربية حمزة أمين. حمزة، صف لنا الوضع في المدينة بعد الانتصارات التي حققها الجيش الوطني والمقاومة اليوم في الجبهة الغربية. طبعا الآن الوضع في مدينة تعز هو أفراح وهزيز الانتصار، لا تكاد تخلو من أي منزل أو شارع في المدينة. نعم. تصاحب هذا كله القصف العنيف الذي تشنه الميليشيات الإنقلابية الحاقدة على أبناء هذه المدينة لما حققوه من انتصارات في سبيل تحرير المدينة وفك الحصار عنها. في هذه اللحظة قد تكونوا إذا كنتم تسمعون في هذه اللحظات
أصوات القذائف التي تنهال على المدينة بشكل عنيف على أحياء متفرقة في أحياء الدعابات وأحياء متفرقة من المدينة. نعم حمزة، ولكن إذا ما المدينة نعم. من جبل عمان. نعم حمزة، حمزة إذا ما تحدثنا عن بقية الجبهات كالجبهة الشرقية وأيضا الجبهة الجنوبية وغيرها، هذه الجبهات بعد الانتصار الذي حقق اليوم في الجبهة الغربية، صف لنا الوضع في هذه الجبهات إذا لديكم معلومات. الوضع في الجبهة الشرقية، هم هناك القيادات الميدانية يعني يقومون بتكتيك عسكري وتخطيط وترتيب للحفاظ على تلك المواقع أو صد الهجوم من محاولات التسلل التي تقوم بها الميليشيات في محاولة لاقتحام المدينة من الجبهة الشرقية. نعم. هم في تلك المناطق لا توجد حاليا في هذه الأوقات أي اشتباكات، وإنما الأفراد المقاومة الشعبية مسندين للجيش الوطني يعني متأهبين على مدار الساعة في استعدادات لمحاولة لصد أي محاولة هجوم على تلك المناطق. نعم حمزة، هناك معلومات أيضا عن قصف تعرضت له منطقة صبر، ما الجديد حول هذا حول هذه المعلومات؟ طبعا كما تحدثت لك سابقا الميليشيات الانقلالية تقوم الآن بقصف عنيف على كل المناطق وكل الأحياء في المدينة التي تقع تحت سيطرة المقاومة من جبل عمان. أيضا بعد تقدم المقاومة والانتصارات التي حققتها في منطقة الأقروب وإعلان منطقة المصراخ منطقة محررة بالكامل، تقوم الميليشيات بضرب تلك المناطق بمختلف الأسلحة الثقيلة كمدافع الهدر وصواريخ الكاتيوشا في محاولة منها للانتقام من أبناء المقاومة لما حققوه من انتصارات في هذا اليوم. نعم، إذن مراسلنا حمزة أمين من الجبهة الغربية في مدينة تعز كنت معنا عبر الهاتف من هناك، شكرا لك. قال رئيس المجلس الأعلى للمقاومة في تعز إن الانتصارات في مختلف الجبهات وخاصة في الجبهة الغربية والجنوبية تسير جميعها وفق الخطط المرسومة من أجل فك الحصار عن المدينة، وأكد المخلافي في بيان أن الأيام القادمة ستشهد متغيرات تتمثل بتحقيق سلسلة من الانتصارات والتقدم في عدد من الجبهات، وأشاد بوقوف أبناء تعز صفا واحدا وتلاحمهم لتجاوز كل التحديات حتى تحقيق النصر. استشهد مدنيان بقصف مدفعي شنته ميليشيا الحوثي والمخلوع على أحياء سكنية في مدينة تعز، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية 7 عن مصدر طبي أن القصف الذي تعرضت له أحياء المدينة وأرياف جبل صبر أسفر أيضا عن إصابة 7 مدنيين بينهم أطفال. وفي سياق متصل قالت مصادر محلية إن مدنيا استشهد وأصيب طفلتان وامرأة بقصف مدفعي شنته الميليشيا على حي صينا. وفي السياق ذاته قالت مصادر محلية أن المواجهات في الجهة الغربية من المدينة أحدثت موجة نزوح كبيرة، وأضافت المصادر أن حرب شوارع طاحنة دارت في تلك الأحياء ما تسبب بنزوح وشلل في الحياة العامة ودمار في بعض الممتلكات. تعز تنتظر الحياة على الأبواب، وإن كانت تبدو مغلقة في وقت سابق إلا أنها تنفتح شيئا فشيئا على يد أبنائها منفردين. الانتصارات في طريقها للتبلور والاكتمال على ما يبدو، تستعد المدينة لمغادرة أحزانها بالتزامن مع بدء الميليشيا الانسحاب تدريجيا منها. ومع اشتداد المعارك بين المقاومة والميليشيا، يجد المواطنون أنفسهم أمام خيار الخروج مجبرين من منازلهم، خاصة وأن هناك حرب شوارع طاحنة تدور حاليا في مختلف مناطق المدينة لتتسبب بموجة نزوح كبيرة بين السكان، وهو ما أدى إلى شلل تام للحياة العامة في أماكن الاشتباكات. فالدمار هو الطابع المسيطر على المدينة، والهروب أصبح الحل الوحيد لنجاة المواطنين بأرواحهم. أما رد الميليشيا فجاء من الجهة الشرقية لتعز التي ما تزال تسيطر عليها، قصفت كعادتها بشكل عشوائي أحياء المدينة السكنية وقرى صبر وقلعة القاهرة ومعسكر الحارس الجمهوري
صار القصف العنيف هو وسيلة الميليشيا للانتقام من هزائمهم المتتابعة في تعز، فيما يتحمل المواطنون النصيب الأكبر من هذا الانتقام، وإن نجوا بأرواحهم فهم لا يستطيعون حماية ممتلكاتهم ومنازلهم من نيران الميليشيا. ينتظر الجميع في تعز الفرحة الكبرى بحلول النصر حين اكتماله وتحرير كافة مناطق المدينة ومن ثم باقي أراضي الجمهورية. سينضم إلينا الآن مراسلنا من جبهة الأقروض في المصراخ فواز الحمادي. فواز مساء الخير. مساء النور، أهلا فيك. فواز، كيف صف لنا الوضع اليوم في عزلة الأقروض وأيضا مديرية المصراخ بعد عملية التحرير التي تمت؟ بعد عملية التحرير شاهدنا فرحة عارمة تكسو أبناء العزلة بعد التحرير، يقولون لنا أنهم تخلصوا من كابوس كبير كان قادما على صدورهم، كانوا يعانون الويلات والإذلال والمعاناة من الشياف العقاب التي احتلت عزلتهم من أكثر من شهرين. الآن قوات الجيش الوطن لاحق الميليشيات الفارة باتجاه مديرية جنة خدير. هناك أيضا أسرى سلموا أنفسهم بعد أن وجدوا أنفسهم محاصرين من كل الاتجاهات. هؤلاء الأسرى تم نقلهم إلى مقر قوات قيادة اللواء 35 مدرع، هناك أحدهم كان جريحا قد أصيب أثناء الاشتباكات، تم نقله للمستشفى الميدانية التابعة للواء 35 مدرع. نعم فوز، نفهم أن المواجهات صارت على مشارف مديرية الدمنة. نعم، هي صارت الآن على بداية حدود مديرية الدمنة من اتجاه الأقروض. نعم، كيف يعني الجانب الأمني في المناطق التي حررت، هل تمت يعني تأمينها بشكل كامل من قبل الجيش الوطني؟ نعم، والمقاومة بحيث لا تستطيع أو تتمكن هذه الميليشيا من العودة مجددا؟ عودة الميليشيات إلى عزلة الأقروض بحسب قيادة الجيش الوطني أصبحت مستحيلة بعد التأمين الكامل لهذه المناطق. قيادة الجيش الوطني وجهت بعمل خط دفاع أول قوي من اتجاه دمنة خطير حتى لا تتمكن الميليشيات الانقلابية من العودة، وبالتأكيد بعد الانهيارات السريعة التي شهدت الميليشيات في الأقروض يصعب التكهن بمحاولة عودتها إلى العزلة، خصوصا في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها تعز وجبهاتها العدة والتقدم الكبير الذي تحققه قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية خصوصا في الجبهة الغربية بالسيطرة على نادي الصقر وبرباشا والمطار القديم ومقر اللواء 35 مدرع. وقبل لحظات وردتني أنباء عن تمكن قوات الجيش الوطني في الجبهة الغربية من اتجاه الضباب من السيطرة على السجن المركزي وحدائق الصالح. لم نتمكن من التأكد بشكل كامل من هذه المعلومات، سنتأكد خلالها فيها ونطلعكم عليها في النشرات القادمة إن نعم. شاء الله. نعم فوز، فيما يتعلق بالمخاطر حول أرواح المواطنين الذين يسكنون في هذه المناطق، هل هناك شبكات ألغام زرعتها هذه الميليشيا بعد فرارها من المنطقة أم أنه لا يوجد؟ نعم، توجد ألغام كثيرة في المنطقة شرعت الفرق الهندسية تابعة للجيش الوطني وبإمكانياتها المحدودة في التنقيب عن الألغام التي كانت قد زرعتها الميليشيات الانقلابية. أيضا الأسرى الذين سلموا أنفسهم لقوات الجيش الوطني كشفوا عن بعض الأماكن التي لديهم معلومات عن تواجد الألغام فيها، وتم انتزاع مجموعة كبيرة من الألغام. نعم، هل هناك لديك معلومات عن عدد الأسرى الذين وقعوا بيد الجيش الوطني والمقاومة؟ منذ الأمس وحتى بعد ظهر اليوم وصل عددهم إلى 11 أسيرا، كلهم أو بالأخص أو بالتحديد كلهم ينتمون لمحافظات شمال الشمال وليسوا متحوزين من أبناء المنطقة. نعم، إذن مراسلنا في جبهة الأقروض بالمصراخ كنت معنا عبر الهاتف من هناك، شكرا جزيلا لك.
زودت مؤسسة جنات للتنمية وبرنامج رحماء وبدعم من فاعلي الخير في دولة قطر مستشفيي الثورة والروضة في مدينة تعز ب 250 اسطوانة أكسجين. وقالت المؤسسة إن ذلك يأتي تلبية لنداءات الاستغاثة التي أطلقتها مستشفيات تعز بنفاذ كميات الأكسجين واكتظاظها بعدد الجرحى جراء القصف العشوائي الذي تشنه ميليشيا الحوثي والمخلوع على المدينة. قدمت الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة في تعز أدوية ومستلزمات طبية خاصة بمستلزمات التخدير وأدوات الجراحة العامة لقسم الطوارئ. وقال الرئيس الدوري للهيئة المهندس عبد الله البنا إن هذه القافلة تأتي ضمن برنامج الهيئة لدعم مستشفيات تعز في ظل الحصار الخانق الذي تفرضه الميليشيا على المدينة. هذه الأدوية هي عبارة عن مستلزمات وأدوية مستعجلة تعمل على تفريج المشاكل مدينة تعز في مجال الجرحى. هذه الأدوية تأتي كمساهمة عاجلة من دولة الكويت الشقيق. دعم الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات التالية: الثورة والروضة والسويدي والمظفر. يأتي هذا الدعم في سلسلة مشاريع تقدمها دولة الكويت للشعب. إلى الملتقى في أمان الله. We'll be right back.